اعتمد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة والتعليم الفني والمهني والإعدادية للعام الدراسي 2020-2021، حيث أكد الوزير أن تجربة التعلم عن بعد التي خاضتها الوزارة للعام الثاني على التوالي أثبتت قدرتها على ضمان استدامة التعلم. توجه وزير التربية والتعليم بالتهاني للأبناء الطلبة وأولياء أمورهم ومعلميهم بهذا النجاح الذي تحقق بالرغم من التحديات الناجمة عن تفشي وباء كورونا، مشيدا بالجهود التي بذلها أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية في المدارس والقيادات التربوية في الوزارة، خاصة في قطاع التعليم، وكافة العاملين لاستدامة العملية التعليمية. يسعدني في هذا اليوم المبارك أن أتقدم إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بكل معاني الشكر والتقدير والامتنان بالنيابة عن أولياء الأمور والطلبة وجميع إخواني منتسبي وزارة التربية والتعليم على الدعم الذي تجده الوزارة من جلالته الكريم، والذي يجسد في أوضح صورة اهتمام جلالته حفظه الله ورعاه بكل ما من شأنه خدمة المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين. استطعنا هذا العام أن ننجز العام الدراسي بكل اقتدار وكفاءة، حيث استطعنا أن نحقق نسبة التمدرس المطلوبة ونوفر الخدمة التعليمية لكافة المراحل التعليمية، وأيضا من خلال التعلم عن بعد أو توفير الرعاية والخدمة التعليمية أيضا لمن يرغب من أبنائنا الطلبة الحضور للمدارس. لا شك أن هذا الدعم الذي يتفضل به جلالته الكريم أمر مهم لكي تستمر وزارة التربية في إنجازاته، فنحن نضع دائما توجيهاته حفظه الله ورعاه كنبراس نسير عليه، والكل يتذكر الكلمة التاريخية التي وجهها جلالته إلى العاملين في الميدان التربوي في أول ما بدأت الجائحة، حيث استمدوا منها الجميع الانطلاق لتقديم أفضل الخدمات التعليمية سواء من خلال المعلمين والمعلمات والهيئات المختصة في المدارس أو من خلال البوابة التعليمية لوزارة التربية والتعليم أو من خلال القنوات المتعددة الموجودة على اليوتيوب أو الدروس المتلفزة وغير ذلك من الخدمات. فكل الشكر لجلالته، واليوم والله الحمد لنجني ثمار النجاح. وفي هذه المناسبة أيضا يسعدني أن أشيد وأعرب عن معالي الشكر إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه على المتابعة والدعم الذي تجده وزارة التربية والتعليم من سموه العزيز، فكنا دائما ننطلق من هذه التوجهات إلى مزيد من الخطوات. سوف تستمر وزارة التربية والتعليم في تنفيذ المشاريع التطويرية التي يشرف عليها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس الوزراء. وقد أظهرت النتائج في المستوى الثالث الثانوي لهذا العام أن نسبة النجاح قد بلغت 98.5%، كما بلغت نسبة النجاح في التعليم الفني والمهني 94.1%. أما على مستوى المرحلة الإعدادية العامة فقد بلغت نسبة النجاح العامة 98.95%. وقد أشاد الوزير بتعاون وزارة الإعلام لإطلاق القناة التلفزيونية التعليمية والتي أمنت استدامة التعلم للأبناء الطلبة عبر بث الدروس المتلفزة للمواد الدراسية المختلفة، منوها في الوقت نفسه بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية بتخصيص روابط لتقديم مختلف الخدمات للطلبة. ستبدأ الوزارة إن شاء الله التحضير بكل اهتمام للعام الدراسي القادم. هدفنا الأساسي أن نوفر الخدمة التعليمية ولمزيد من الإنجازات في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، حتى تبقى راية البحرين خفاقة عالية في المحافل الدولية وخصوصا التعليمية منها.
وفي إطار الاستعدادات للعام الدراسي المقبل 2021-2022، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل حاليا على الاستفادة من التجربة الحالية وتطويرها بوضع الأنظمة والاستراتيجيات المناسبة وتعزيز البنية التحتية لتفعيل ودمج التعلم الرقمي في نظام التعليم الصفي العادي.